السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلويات زبيدة. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم آيس كريم أو تارت كلاسي بالفواكه صحية لذيذة جدا بالموز. نتمنى أنها تنال إعجابكم وتجربوها إن شاء الله، فالطريقة سهلة مبسطة وناجحة للمبتدئات. نتمنى تجربوها إن شاء الله وتعجبكم. إذا بقوا معايا تابعوا الفيديو من الأول حتى الأخير باش تكتشفوا الطريقة وكذلك المكونات. إذا بسم الله ندعو على بركة الله. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو، هي مكونات بسيطة كما كتشوفوا معايا. غادي نحتاجو 3 موزات يكونوا طيبين، غادي نحتاجو البودرة الكريمة شانتي 100 غرام، ثم ربع لتر ديال الحليب. اول شيء غنوضعوا الموز، ثم غنضيفوا ليه قليل من الحليب فقط باش نقدروا نطحنوه. صافي غنطحنوه غنرجع معاكم. والان بعد ما طحنت الموز غادي نوضعوه هنايا ضروري الحليب خاصو يكون بارد، فالموز ممكن تعوضوه باي فاكهه كتفضلوها. في الخلاط الكهربائي غنوضعوا كريمه شونتي او بودره كريمه شونتي، وغنضيفوا ليها الحليب وغنخفقوها مزيان حتى تطلع، ثم غنضيفوا ليها الموز ونتلاقاو. اذا الان حصلت على هذا الخليط هذا بهذا الشكل. دابا وجدت مسبقا هذا السيركل هذا اللي درت ليه ورق الزبده، فهنايا ممكن تعوضوا يعني الموز باي فاكهه كتفضلوها، مثلا فريز، تفاح، خوخ، مونغ، اي حاجه كتفضلوها واي حاجه يعني متوفره عندكم في البيت، فكيجي رائع ولذيذ جدا هاد الديسير كلاسي. اذا كان هذا هو الشكل النهائي ديال طاخت اليوم، فانا دخلتها للمجمد ليله كامله حتى تمسكت وقبضت راسها مزيان، وخرجتها ثم زينتها بقطع الموز كما كتشوفوا معايا، وكذلك الشوكولاته السوداء. كتجي رائعه صحيه ولذيذه جدا. نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله وتنال اعجابكم. ما تنسوش تخليوا لي التعليقات، اي اقتراح او تساؤل انا رهن الاشاره. ما تنسوش كذلك تخليوا لي لايك الى عجبكم الفيديو، وكذلك تشتركوا معايا بالقناه باش توصلوا بكل جديد وصفاتي، وذلك بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو، زر الاشتراك او سبسكرايب. كنشكركم دائما على حسن المتابعه والوفاء، ونتلاقاو مع فيديوهات جديده ان شاء الله. ففي امان الله.